لا هو سيبه بما لا تبصره يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وصحيحتكم يا ربي امين. وشكر لكم بزاف بزاف لهلي خديكم على التعليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم. قبل ما نبدا معكم الفيديو نقول لك اختي ما تبخليش عليا باللايك ديالك وبالتعليق ديالك اختي اللي كنقراه وكيعطيني طاقه ايجابيه، ولهلي خديك عليا. المهم الغزالات الله يكبر بكم والله يفرحكم، الله يفرح كل اخت يا ربي والله يعطيها ما كتمنى في خاطرها. هالدعيوات الزوينين البنات قولوا امين، حتى نتوما كدعيو معايا بدعيواتكم كنقول لكم لهلي خديكم الله يكبر بكم. والشكر لجميع الاخوات اللي كنتلاقى معاهم وتتبعات اللي كنتلاقى معاهم واللي كتلاقى معايا وكتقولي زهره ما كنبقاش نجي نسلم عليك. علاش اختي؟ علاش وانا بحال اختك جي اختي عنقين وسلمي عليا؟ بزاف البنات لهلي خديكم والله يكبر بكم. اخواتي كيف ما كتشوفوا البنات نهيرت اليوم، نهيرت الحداقه لالا والنشاط صافي البنات، دابا ما كاين غير الحداقه لان رمضان ما بقى لي والو. وان شاء الله يوميا، المهم انا معكم يوميا غنبدا نشارك معكم اليوميات ديالي، نشارك معكم تحضيرات رمضان من التخمال ديال الدار ومن التوجيهات ديال رمضان ان شاء الله باذن الله اخواتي. المهم كيف ما كتشوفوا البنات شاركت معكم هاد النهار، بديت لكم مع الصباح. عارفين الروينه كيفاش كتصبح الغزالات مع الوليدات ولي خاصه اللي عندها الوليدات صغار، ضروري ما يرونوا ليك يوسخوا لك الكراسه يوسخوا لك هادي، ضروري خاصك تصبحي تمسحي. صافي هنا كيف ما شفتوها الله كيف طرتهم ودينتهم للمدرسه. الصراحه مشى معايا زكريا غادا كنسوق باقي كيعطيني تعليمات خلاه في السياقه. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات، دعيو معايا ربي يسر لي في هاد السوق، قالوا نعود نسوق مزيان نحيد الخوف حيت الخوف باقي لاعب عليا هادشي اللي كاين. المهم الغزالات البنات اللي باقيين كيقولوا لي زهره على حساب البيرمي تشجعوا، الله يسهل عليكم البنات تشجعوا، تبقاوش معولين غير على رجالتكم. راه حنا تبارك الله تبارك الله قويات، غير حنا البنات شويه العيالات كيكونوا شويه حساسات بالزربه، كيلعب عليهم الخوف كيخافوا كيسبقوا الاحداث هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للاخوات اللي هي زهره واش كديتي كتوكلي حكيمه؟ اياها البنات كيف ما كتشوفوا بديت كنوكلها، عاد كنعطيها بحكم موتزاريلا تبقى تاكل فيها. بديت البنات هي مع حكيمه فيما صغير كنخافلات وحليها، كنحاول نقطع ليها داك الشيء قطعه صغيره، وعاد البنات كندير ليها بحكم الصوبه مره وكندير ليها حتى بحكم بطيطات كنعسهم ليها مع شويه خيزو. وكنبديت كنوكل على حساب البنات، راكم عارفين الرضاعه اختكم راه تبات ترضع، راني ما كرهتش نفطمها قبل رمضان، ولكن زكريا ما خلانيش قال لي خليتها تمشي للمغرب، وانا ما كرهتش البنات نفطمها ان شاء الله غير تكمل عام نفطمها في شهر 5. هو كيقول لي لا تمشي في شهر 8 المغرب عاد فطميها. البنات من بعد ما جمعت داري وجففتها ومسحت الغبره ومسحت المهم اللي خاصها تمسح مسحتها، دست هنايا غندوز نوجد ليهم البنات واحد لاطه وعجنت حتى الخبز في البيت البار البنات صراحه نفعني. ودست هنا كنوجد معكم في الغديوه. بالنسبه للغديوه كيف ما كتشوفوا غندير لهم واحد لاطه ديال الحوت ونشارك معكم الطريقه، بحكا كيجي الحوت ألد وكيجي لذيذ بزاف البنات. كيف ما كتشوفوا قطعت البصله، تقريبا قطعت واحد جوج بصلات كبارات. ودست هنا البنات بالنسبه للعطريه درت الربيع والثومه والحامض وزيت العود، وكندير بالخضره بحكا حسن البنات كتجي اللاطه زوينه، حسن ما ديري غير تشوي الخضره وعاد تكبي عليها شرموله هكذا البنات كتجي لذيذه. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات درت البصله درت ليها اليقامه حتى هي ودرت المطيشه ودرت الفلفله. ودابا غندوز كيف ما شفتوا غندير البطاطا اللي ما سلقتها ما والو غير هكذاك درتها، ودست الحوت حتى هو البنات شرملته مزيان مزيان في ديك العطايريه وديك التويمه،
وما درتش الحار، كيبغي الحار ولكن ما درتش على حساب بناتي. صافي كيف ما شفتوا غنغطيها بورق الفرنو وندير عليها الالومنيوم وغندخلها الفران. وكيف ما شفتوا اخواتي هي كيف جات، عصرت عليها حتى من الفوق ثاني الحامض ودرت عليها قطع ديال الحامض هكذا. صافي مبقاش عندي الزيتون كمل ليا، هلا غنجبد واحد بوديزه نحليها حتى هي، يعني راني مخليه حتى الزيتون الرمضان ان شاء الله باذن الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. صافي كيف ما شفتوا البنات وجدت الغديوه، درت لهم شويه الشلاضه ديال القمح من اللي كنت خايده من ايوروسبين. ها انتم البنات كيفاش جات لطجات بنينه الصراحه، وجات لذيذه وخليتها طابت على خاطرها جات لذيذه. صافي والخبيزه هو وجدته كيف ما شفتوا، هذه مها نعمه وحفظها من الزوال. وغندوز دابا ان شاء الله نشارك معكم البطبوطه البنات. مقادير عندي هنايا البنات، غنعبروا غير بالزلافه عن اي زلافه عندكم. هنا عندي البنات زلافه ونصف ديال القمح، القمح اللي استعملت ديال ام ديال الاخوات اللي هنا في الطاليان، وزلافه ونصف البنات ديال الفورس. صافي كندير عليها البنات واحد الملعقه كبيره ممسوحه ديال سكر سنيده، شويه الخميره وشويه المليحه كتبقى على حسب الذوق. صافي وغنديرها البنات غير في العجانه يتدلك مزيان مزيان، كل ما تدلك كيجي احسن. وبالنسبه للعجينه اللي غنوريكم البنات ما كتكون ما مرخوفه ما قاصحه، هي ملي كتدلك راه كتجي البنات كتجيك حتى سهله في الخدمه. بالنسبه للشرموله خليت هذاك البطبوط يتعجن مزيان مزيان ودست هنا جاب الله البنات كندير في هذا البطبوط دايره غير الكوتي مع كاين حتى با باقي ما مشاش المغرب، قلت يجي المهم ياكل معنا هاد الكوتي هاد الساعه كتب الناس خرين غيجيو عندي. هادشي اللي كان الغزالات شتو هنا. درت بالنسبه للعطريه درت الكفته البنات، درت البصله الفلفله اللي قطعتهم قطع صغيره ودرت العطريه عاديه. ومن بعد البنات كيف ما شفتوا العجينه كتجي هانتوما البنات يعني ما قاصحه ما مرخوفه. خليت ارتاحت واحد شويه تقريبا البنات 10 دقائق ودست هنايا كيف ما شفتوا قطعت، كنقطع بالموس وكان باش يجيني العبار هو هذاك. صافي غنخليهم البنات غنلولبهم ونديرهم كويرات ونخليهم يرتاحوا. البنات من بعد ما درتهم كويرات كيف ما شفتوا خليتهم غطيتهم ثاني، خليتهم البنات واحد 10 دقائق حتى يرتاحوا على خاطرهم. ودست هنا كيف ما شفتوا بسطتهم كاملين، ومن بعد ما الشرموله طابت مزيان مزيان البنات احسن تخليوها طيب مزيان وتبرد على خاطر باش ما تقطعش لكم العجينه. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات نحاول نجمع هذيك البطبوطه مزيان ها نتوما على هذه الطريقه هذه. صافي وغنخليه حتى ثاني يرتاح واحد 5 دقائق عاد غنبسطو ونخليها البنات يخمر واحد 15 دقيقه. صافي وغنبدا نطيب فيه. كيجي البنات تقدروا ديروه حتى في اله البانيني كيجي زوين وكيجي خفيف، وحاولوا ما تكثروش الملح. شمس العشيق قد غربت واستعبرت. هنا البنات هانتوما من بعد ما قرصتو خليته يرتاح شويه وقرصتو، دابا صافي غنخليه يخمر واحد شويه ثاني وعاد غندوز البنات نطيبو غير في المقله. بغيتو طيبو في اله البانيني تقدرو، انا غنطيبو غير في المقله. المهم الغزالات رجعت معاكم تصورو بار كانت شقاور نرد في الغدا، تعيطات لي واحد جارتي باغا تجي عندي. شنو نقول لكم الغزالات،
والو والله موجود، ولكن اللي كاين غن اصلا دايره هاد معكم هاد هذا البطبوط باكي خمر هو غنحطو عندي. المهم اللي عندي فطار غنحطها انا هي هذه. المهم مرحبا باي واحد كيجي عندي، مرحبا به. اللي عندي في الدار كنحطو كنفرح فيه في حالاش. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي، واخا بقى فيا الحال كانت تعلمني البارح باش ندير حسابي. المهم الغزالات خليكم مع الفيديو، غندوز نوجد واحد البريدي ديال اتاي ونحط السلعه وهانتوما معايا. جبت البنات صويميه كيف ما كتشوفوا، وحطيت هنايا لوز، حطيت القرقاع، حطيت هنا كيف ما كتشوفوا التمر، وحطيت هنا الفوق بيستاش. صيفط زكريا جاب لي هنا كرواسه وجاب لي هاد البيتزات اللي صغيورين، هادو كيتواجدوا في ليدل هاكا برونتو كتلقايهم. المهم الغزالات صافي نقادهم وانتم معايا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا بديت كنطيب. عندي هنايا حطيت المقله سخنات، عندي هنا شويه الزيت كيف ما كتشوفوا كندهن البنات في المقله بهذا الشكل. عندي المقله انا كبيره غندير اكثر من وحده، وكنت ندير هكذا البنات هي ثلاثة نحاول نبسطوها بشي غير على خاطرة، وكنعاود البنات نكمل الفوق هانتوما. البنات وهنا وحده انا ماما صافي البنات كيف كتشوفوا كنبقى ندور فيه هكذا. اي حكيمه وطوي الوزرة وطويها شقي مع ماماك. يلا يلا حبيبي اطويها بعدا. انتوما البنات كيفاش كيجي، ها انتم شوفوا كيفاش كيجي، يجينا مزيانات وصراحه شو انا راه باقي كنطيب. البنات نخليكم مع طبيعه الكوتي ومع ضيوفي العزاز، وهنا غنقول لكم الغزالات بالسلامه عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. قبل لكم اخواتي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة.